اسمعي، نحن قدرنا نخلص من عزة، ما هيك؟ ملك ما رح تقدر تعمل أي شيء. ملك هلأ انكسر جناحها وقلبها كمان. الإنسان المنيح بيموت قبل السيء على طول. شو رأيك باللي عم قوله؟ شكلك مثل ملك بدك يعني موت بداله. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ أنا ما كان هيك قصدي أبداً. ما بعرف، الكل عم يتهموني بنظرات عيونهم. ما قتلت العزة، أخو اللي من لحمه ودمه قتله. الكل اليوم مجروح قلبه، ما بظن رح ترمي هدول الناس بالطريق وما تعطيهم قرش واحد. هن عملوا فيني نفس الشي يا زينب، عملوا فيني نفس الشي. الله ما بيرحم اللي ما عنده رحمة وشفقة على الناس. كل هالسنين كنت بتعرفهم على إنهم عيلتك. لا ترميهم بالطريق أبدا، اصحك. تصوري ننام هلأ ولما نفيق بكرة الصبح نلاقي عمو عزة مانو ميت، نلاقيه إنه لسه عايش. نحن كلنا عم نشوف كابوس ما أكتر. يا ريت يا أمي، يا ريته كان كابوس. حبيبي انت هون، كيف اجيت؟ ملك، انت لازم تاخذي زهرة وتروحي. اطلعي من المنطقة بسرعة. ليش؟ فهمني، ليش روحوا من هون؟ لا تضيعي وقت يا ملك، روحوا من هالمكان. عزت انت عم تخوفني. وعديني يا ملك، وعديني انكم رح تتركوا هالمكان فورا. عزت، عزت لا تروح، مشان الله لا تتركني وتمشي. عمو عزتي يا روحي، ومشان هيك عم تبكي يا روح قلبي. زعلان على غيابه يا روح امه. لا تحطوا صحن إلي.
مالي مشتهية. بس ما معقول هالحكي مرت عمي، ليكي من الصبح لهلا ما اكلتي ولا لقمة، عم تاخدي ادوية بتوجعك معدتك بعدين. لا تتدخلي انت. هي لا بقى تطرقوا الصحون والمعالق ببعض، عم اهلكن. اصلا اليوم حركتكن كلها تقيلة. يلا روحوا جيبوا الاكل لشوف بسرعة، الا ما حدا ياكل. أغا عود كل شيء قبل ما تروح. رح خلص إجراءات الجنازة لأنه رح يكون الدفن بعد صلاة الظهر. شفته بمنامي، قال لي خدي زهرة وامشي من هون بأسرع وقت، كأنه عم ينبهني من شيء مو منيح بده يصير. حسيت كأنه هو بيعرف بس ما بده يقول. بعدين ترجيته كتير منه ما يمشي، مشي وراح. ملك، يمكن المنام اللي شفتيه يكون إله معنى وعم ينبهك عزت من شي معين. بترجاكي لا تغيري يلي حاططيه ببالك. انتي وزهرة امشوا من هون فورا، اليوم بعد الجنازة طلعوا من القصر، ما بينحزر على عدنان شو ممكن يعمل. ما عاد فيك تكمل بهالطريقة، كل مالك عم تغلط وتغلق أكتر. وهلأ أنت عندك ابنك ومرتك، في زمانك آكل هم حالك، لازم تفكر بابنك كرمال مستقبله. أنت لازم تنسى كل عاداتك السيئة، ليك بتقضي محكوميتك وبتطلع، ووقتها بتفتح صفحة جديدة بحياتك. ولا تفكر أنه راح يصير فيك شي منيح بالسجن. وضع بابا كان مختلف كتير، هو أخويا اللي خانه ودمره، بس أنا كرمالك بضحي بروحي علي، وعيوني على طول رح تضل عليك، ورح أدير بالي عليك وعلى ابنك جمال. إجا المحامي تبعي؟ أصلاً أخي عدنان هو قال لي إنه رح يبعث لي المحامي فوراً. إيه الحمد لله يلي إجا المحامي بسرعة. لا إجا ولا من يحزنون، رح تنعرض على النيابة ورح يعينوا لك محامي هنيك، وبوشك على الحبس. أخي أنتوا ليش ما بدكن تصدقوني؟ لك والله العظيم أنا ما قتلت أخي، ليك كيف الواحد بيقدر يقتل أخوه الكبير؟ معقول؟ ما بفهم بهالحكي. لا أنا ما رح فوت على الحبس ولا على غيره. عراحتك. والله العظيم مو أنا يلي قتلته لأخي، ليش ما عم بتصدقوني؟ Gezer mi?
bugün yârim eskisinden güzel mi? O yar beni defterine yazar mı? Solmuş derlerde gül benzinin ezi. Bugün yârim eskisinden güzel mi? O yar beni defterine yazar. Azad! Azad! Ya Ruhi! زهرة اليوم قالت إنه ما بدها تبعد عنك كتير، وإنه إذا سافرنا على اسطنبول رح تستفقد لك وتشتاق لك كتير، كرمال إنه تكون قريبة منك حابة إنه نروح على مكان قريب شوي على أضنة. على أضنة؟ كرمال إنه تقدر تشوفك أكتر. طيب وإنتي؟ إنتي كمان هيك عم تفكري؟ أنا ما بطلت حبك ولا بأي لحظة عزة، ما قدرت أبداً شيلك لا من قلبي ولا من عقلي. الحقيقة أنا وعدنان وقعنا على ورقة رسمية مو أكتر مشان أقدر أكون قريبة من بنتي وأقدر أحميها كمان، والصراحة من زمان ولليوم ما كان في حدا بقلبي غيرك أنت. طيب وهي أضنى كم كيلو متر بعيدة عن هون؟ طول ما قلوبنا عم تنبض بنفس الوقت ما بيضل في أهمية للمسافة أبدا. زهرة منسجلة بمدرسة منيحة ومنستأجر بيت قريب منها كمان، وأنت بتجي بتزورنا بآخر الأسبوع لما تعطل، يعني مثل ما كنا نحلم من قبل. إن شاء الله مالك، ومنروح سوا لنستأجر البيت ومنفاصلهم كمان، والمهم إنه يكون البيت آمن. زهرة رح تفرح كتير. كمبروك وزرومي مبالي دلالي وزرومي ما كمبروك وزرومي مبالي دلالي وزرومي ما. آه يا عزاد، قلبي ما بلي قوم صورو أفندي ما كلام شابن رش بلقى عشقك تشكاغندي ما kulağım çabın raş belege aşkı keç kagın dime. Ne yar yar yar, ne yar yar yar, ne yar yar yar, ne yar yar, ne yar yar yar, ne yar yar. الموت ليس النهاية، ليس تعفناً واختفاءً، ليس عدماً بل على العكس تماماً. هذه الدنيا نتركها بعد فترة مثل الجندي الذي يسرح من الخدمة بعد أن قام بواجبه على أحسن وجه، مثل الإنسان الذي يتركه جميع أصدقائه ليهاجروا إلى مكان آخر، ولكن يستمر باستقبال أخبارهم الجيدة دائماً ويتمنى أن يلقاهم يوماً. وهذا الإنسان بقي وحيداً لا يتمنى الانتقال إلى جانب أصدقائه،
وفي الموت بعد القبر وعبور البرزخ موجود سيدنا محمد عليه الصلاة. إن المشي على طريقهم حلم كل صاحب إيمان قوي، ويسأل متى سيكون اللقاء. ولقد أحسن الشاعر في قوله: الموت شيء جميل، إلا أن ستار الحياة يخفي هذا الجمال. إن لم يكن جميلاً لم يمت كل الأنبياء. الدنيا فانية مؤقتة، ولكن ما يبقى بعد الموت للإنسان عمله الصالح وذكراه الحسنة. فليرحم الله عبده عزة كرمان، ويجعل مثواه الجنة، ويعفي عن ذنوبه، ويحشره مع سيد البشر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان المرحوم عزة كرمان؟ هيا أخبروني، كيف كان المرحوم عزة كرمان؟ هيا أخبروني. صالح. هل يسامحه الجميع؟ يسامحه. هل يسامحه الجميع؟ يسامحه. هل يسامحه الجميع؟ يسامحه. الله يرضى علينا أجمعين. آمين. والآن حان موعد الصلاة عليه. الفرض من أجل الله، والصلاة على رسول الله، والدعاء من أجل الميت. ينابكم الخير دنيا وآخرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. اتحمل شوي كمان، ما ضل شي لنصل. يلا علي، اتركني. علي يا علي، علي علي، صحصح شوي يا اخي، ارجع لوعيك، افتح عيونك. يلا افتح عيونك يا علي. علي في بقى اخي، ابكي حبيبي ابكي، بلكي بترتاح. آخ شو هالحظ اللي عليك يا هالولد المعتر. عدنان ليك اصطدت وحده؟ عدنان بعطيك اياها اذا بدك، انا برجع بصطاد غير. ستي لورين رح تعصني. شو صار؟ شو عملتوا كمان؟ ها
هالمرة هي أنا. شبك أنت وياه؟ أنا فرجي. تركني. خود مسح. قلت لك لا تعلق مع هدول الشباب. شكرا عزت. لو ما لحقتني انت. لو ما لحقتك كنت رح تاكل قتلي. انت اخي عدنان. اذا بكون باخر الدنيا بيجي وبساعدك. انت اخي عدنان. ياسمين بلشي بالضيافة يلا. ليك يمي قومي جهزي حالك، بكرة الصبح رح نمشي. عدنان آغا موجود، لو ما كان موجود كنتوا رح تضلوا من غير سند. زهرة، ليش اجيتي لهون أمي؟ لأنه مشغول بالي على حرارته. مو من شوي اجينا واطمنا عليه؟ عمر الله يسلم. شكرا. الله يرحمه. تسلم. سلام عمركم.
بقية بحياتكم. الله يجعل مثل جنة. ايه، بما انه خلصنا من هالقصة كمان صار فينا نقلن انه نحن اصحاب القصر الجداد. لسا اليوم نحن دفنا لعزت. اصبري شوي. أخيراً رح تمشوا من هون بكرة الصبح. شو وين زهرة؟ وشو عم تعمل؟ ما عم تتحرك من جنب الولد. هي خايفة عليه ترتفع حرارته. هذا طبيعي لأنها حاسة إنها غلطت معه. ما بصير هذا الشيء. ما بصير. كأنها عم تتعلق فيك اليوم أكثر من اللي قبله بكتير. نحن لازم نمشي من هون بأسرع وقت. جمال رح يكون بخير هون. زمرد خانم رح تربيه كأنه ابنه، والست لورين أصلاً كل أملاكه وماله وكل شي عنده رح يكون لجمال. هون وضعه منيح، مو خايفة عليه. نحن لازم نمشي من هون بسرعة. الحقيقة ما رح يكون بخير. شو قصدك تقولي؟ عدنان سجل كل أملاك عيلة كيرمان باسمه بالمحكمة بما فيهم هاد القصر. رح يزتهم كلهم بالشارع. عدنان وصلت فيه الوساخة لهالدرجة؟ بيقدر يعمل هيك شي مع الناس يلي كان يقول عنهم أهله كل هالسنين؟ زينب، ما بدي زهرة تعرف بهالحكي. نحن لازم نمشي من هون فورا. زهرة يلا أمي خلينا نروح. بالأول رح نمرق لعند خالتك زينب ومن هنيك منطلع على الكراجات. أي بس جمال مانو منيح، ارتفعت حرارته الصبح. جمال شكله عال العال، ليكي مزاجه رايق وعم يضحك. بعد ما نمشي من هون خالتك زينب كل يوم رح تجي وتعاينه، لا تخافي عليه. ملك خانم، هالظرف إجا لحضرتك من شوي. صديقتي العزيزة، وقوفاً عند رغبة عزت صورت الصور وأرسلتهم إليك أرجو أن ينالوا إعجابك. رح يجوا اليوم ناس يعزونا، يلا خفوا ايدكم وخلصوا شغل بسرعة لشوف.
فهميني شو قصة هالشرشوحة؟ كأنه صاحبة البيت والله. الحمد لله رح تمشي من هون، هي آخر أيام ظلمة لإلنا. جد ما بتنطق هالمخلوقة بالمرة. ياسمين روحي اشتغلي وبلا كثرة حكي يلا. نبهتك أكثر من مرة ما هيك؟ آه؟ بس أنت ما رديت علي أبداً. كان لازم انت تموت. ما كان بدي يصير هيك، بس صدقني ما عندي خيار تاني. مشان انا عايش كان لازم انت تموت. أنا رايحة هلا، بس خالي زينب جنبك وستك زمرد كمان والخالة فاطمة كمان، هن بيديروا بالهم عليك، لهيك لا تخاف أبدا. أهل القصر كلهم بيحبوك، وحتى ستي الأوري. انتي من امتى واقفه هون؟ هلا اجيت. اذا بتسمح حابه ابقى لحالي معه. إن شاء الله أحسن شوي. لسه عليه شوية حرارة زهرة، أنت عم تعطيه الدواء ما هيك؟ إي ما عم بتأخر بالدواء بنوم. بالليل كمان عيرت المنبه وفقت. برافو عليكي، ضلي عم تعطيه بانتظام مفهوم؟ برجع بمر عليه. بخاطرك حبيبي؟ بالإذن منكم. طلعت اللي كنت مقربنا من بعض. مال جهنم هي،
بالمكان اللي فيه كل هالكره والحقد. انت كنت الانسان اللي مصبرنا على كل هاد، صار كل واحد منا بديره. هلا ما عاد فيي اتنفس بنوم، اليوم وصلني الظرف اللي بعده. مثل ما خططت نحن رح نمشي بالضبط، ولو شو ما بده يصير يصير، وحتى لو نهايتنا الموت رح يتغير قدر زهرة إن شاء الله. بوعدك انت ارتاح. هذا الشراب لازم ياخده مرة كل 8 ساعات، بتعرفوا ما هي؟ وهذا المساء بعد آخر رضع، لا تنسوهم. عم تتشاطري وتعلمينا؟ هي مكتوب على كل دواء أصلاً، كأنه ولاد مبارح نحن قدامك. لا أنا أكيد ما هيك قصدي، قلت هيك مشان ما تنسوهم أو تتلبكوا فيهم. لا تمشي يا زهرة. بس نحن لازم نروح. أنا بعرف هالمرة أنتم مصممين، بس على القليلة خليكي هون لحتى يطيب هالولد المسكين. إذا أنت ما ضليتي ما رح يتحسن هالصبي. ليش حتى ما يطيب يا مرت عمي؟ أنا كنت ممرضة ولا نسيتوا الموضوع؟ أنا بطعميه وبدير بالي عليه منيح، لا تشيلوا هم. ماني بحاجة لمساعدتك، أصلاً أنتوا بكرة بالكتير رح تمشوا من هون. والله ما بعرف يا بنتي شو بدي أقول، عيوني رح تعمى من كتر البكي. خليكي عنا بس كرمال هالطفل المسكين، وقفي معي بهي المحنة. الله يخليكي. ملك، 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 وقفي. اوعى تلمسني. أنا مقهور كثير، صدقيني ما كان بدي إنه يصير هيك. والله ما كان بدك عدنان، فيك تتطلع بعيوني مرة واحدة بس وتجاوبني بكل صراحة؟ انت ما كان بدك عزت يموت؟ ولا حتى انه تمسكه وتقتله بايديك التنتين؟ والله ما لبق لك الموت. معقول انت تموت وانا عايشة؟ يا ريت لو انا اكلت هدول الرصاصات. انت كانت الحياة قدامك طويلة لسه. لا تحكي هيك يا ستي لورين، اللي بتقرأ القرآن كل يوم لازم تآمن انه هي ساعته، هي حكمة رب العالمين. قبل ما يخلص وجع المرحوم جمال، أنا يلي دفنت أمانته وذكراه تحت تراب هلأ كمان. اليوم دفنت قلبي، أنا دفنت روحي. حبيبي عزت، يا نور عيوني، يا ابني. انت شو اللي عم تقولي؟
انت ما حاولت تقتل عزت اكثر من مره؟ ما عملت كل شيء بيطلع بايدك لحتى تاذيه؟ دائما كنت تعتبره عدوك اللدود. Sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni.